مازال الخير في المغاربة. فهاد الظرفية الصعيبة اللي كتعيشها بلادنا والعالم، العديد من المغاربة بينوا على حس وطني كبير، والكثير منهم علنوا على استعدادهم لتقديم الدعم ويد العون ومساعدة السلطات المغربية لاحتواء فيروس كورونا. خليك في دارك، مبادرة تلقها مغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من الفنانين والمشاهير شجعوا عليها. السلام عليكم. أزول في الله. السلام عليكم. السلام عليكم. بلادنا كتمر بظرف صعيب، خاصنا كلنا نتحدوا. سكرت الاحتياط المهم، نتعاملوا بالكثير من الجدية مع هذا المرض. هذا التزموا ديالنا الا ما كان عندنا ما يدار برا باش تحمي راسك وتحمي المحيط ديالك. خليك في الدار. الا دعت الضروره انك تخرج من الدار فلازم توخى الحذر، خلي مسافه الامان بينه وبين الناس. كنا يد وحده، كنا يد وحده، كل يد، كنا يد وحده، كنا يد وحده، كنا يد وحده، كلنا يد واحده، وكنا مسؤولين باش ناخذوا الفيروس هذا، باش نحميو عائلتنا وريوسنا ونقضيو على الفيروس. الانسان يثبت وما غادي يكون غير خير من بعد ان شاء الله. السلام عليكم. مبادرات بسيطة ولكن وقعها كبير في تحسيس الناس بكون فيروس كورونا ما معهاش اللعب. الإعلامي يوسف باسور قام مبادرة في العمارة اللي سكن فيها نشوفوها جميعا. نشوفوا درامي المكافحة فيروس كورونا. هذا واحد تجربة طبقتها عندي في العمارة. يعني أي واحد كيدخل العمارة كيقوم بالتقييم ديال اللي ديالو بهاد لاباري. أبخي ملي كيمشي لاسانسور ف كياخد كلينيكس ملي كيستعملو باش يفتح باش يورك على الازرار ديال لاسانسور. اسفي السلطات المحليه دارت جوله في الشوارع والازقه باش ينصحوا الناس يبقاو في ديورهم. في مدينه القصر الكبير صاحب مقهى جمع كاع العمال ديالو وعطاهم شيكات باش يساعدهم في هذه الفتره الصعيبه. وزراء ديالنا والبرلمانيين المغاربه قرروا حتى هما يساهموا بتعويضات ديال شهر. مجموعة ديال الأغنياء المغاربة حتى هما قرروا يتبرعوا من مالهم الخاص بملايير السنتيمات لصالح صندوق مكافحة وباء كورونا. مبادرة زوينة دارتها الحكومة بإصدار مرسوم في الجريدة الرسمية لتقنية الأسعار ديال المعقمات الكحولية ومراقبة الأسعار في الأسواق والمحلات التجارية باش ما تبقاش المضاربة. في الختام ما تنساوش تجنبوا التواصل مع الآخرين ما أمكن، لا مصافحة لا تقبيل ولا عناق. غسلوا يديكم باستمرار وتبعوا النصائح والإرشادات وما يكون غير الخير.